ارتفاع جديد للدولار اليوم وجميع العملات في البنوك وفي السوق السوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. اقدم لكم تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات في البنوك المصرية وأسعار الدولار والعملات في السوق السوداء. فضلا وليس أمر، اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار الدولار والعملات اليوم في البنوك، اليوم الاثنين 21/10/2024، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية سجل 63 جنيه 53 قرش، البيع 64 جنيه 3 قروش. سعر اليورو 52 جنيه 83 قرش، البيع 53 جنيه 33 قرش. سعر الدينار الليبي في البنوك 10 جنيه 12 قرش، البيع 10 جنيه 32 قرش. سعر الدينار البحريني 129 جنيه 20 قرش، البيع 134 جنيه 20 قرش. سعر الريال العماني 126 جنيه 50 قرش، البيع 131 جنيه 50 قرش. سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك 68 جنيه 70 قرش، البيع 70 جنيه 20 قرش. سعر الدينار الكويتي 158 جنيه 88 قرش، البيع 163 جنيه 88 قرش. سعر الريال القطري اليوم في البنوك 13 جنيه 35 قرش، البيع 13 جنيه 55 قرش. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 13 جنيه 26 قرش، البيع 13 جنيه 46 قرش. سعر الريال السعودي 12 جنيه 97 قرش، البيع 13 جنيه 17 قرش. سعر الدولار الأمريكي 48 جنيه 69 قرش، البيع 48 جنيه 95 قرش في البنوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.